فهذا هي مشكلة كبيرة يعيق توا. معناها وإحنا نعطيك الأمثلة اللي جاونا عديد من المستثمرين اللي هم توا معناها كل شيء حاضر، تمويله هو الذاتي حاضر، ماكيناته كل شيء حاضر، ولكن معطل إما من طرف تمويل بنكي ولا مشكلة عقارية ولا عدم استقرار في البلاد. دوري أنا كالتنمية وذاك العمل الاستراتيجي متاعي أني ندفع الشيء هذاك. واضح وصلت الفكرة سي جمال. نرجع لك سي سامي، استمعنا إلى موقف على الأقل عضوي الحكومة فيما يتعلق يعني بكل ما هو اجتماعي وكل ما هو تنمية. اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل في ظل هالوضع الاقتصادي هذا على الأقل 513 اعتصام في مناطق متفرقة وصلت إلى حد تعطيل معناها دواليب الدولة والمؤسسات. مش كلهم المعتصمين. خليني كمل لك سي سامي، رجعت يا سي سامي خليني كمل. خليني كمل على الأقل يا سي سامي 500، أنا كلامي واضح، 513 اعتصام في البلاد، فما 164 اعتصام حسب الإحصائيات منظمين. اليوم شنو هو دور الاتحاد؟ الحكومة يا أخي تحكي لك اليوم خليني نخدم، أنا ما عنديش عصا سحرية باش نصلح كل شيء. شنو هو موقف الاتحاد اليوم؟ دور الاتحاد مش تعطيل دور الحكومة وعمل الحكومة. الأزمة اللي تعيشها تونس ساعة ما يلزمش خرجوها من نطاقها العالمي، وهذا حاجة ثم ناس تحب تغيبنا. كان احنا الثورة كان هي سبب أزمة تونس، الاعتصامات كان سبب أزمة الاقتصاد في تونس، لأنه وقت اللي كان الاستقرار مع بين ظفرين في عهد بن علي تحت القمع ما كانش ثم تنمية، ما كانش ثم اقتصاد واقف، كان ثم أرقام وهمية، ورغم ذلك البلاد ما فيهاش اعتصامات. دونك المقايضة هذه ما تجيش. ثم كونجونكتور انترناسيونال، واقع عالمي نتاع أزمة، والأوروبيين توا مستعجلين باش يعملوا اجتماعاتهم قبل أوانها، لأنه الأورو في أزمة كبيرة ياسر، الوضع الاقتصادي العالمي بشوية. توضيح بسيط فقط، اول حاجه قطعني كان لا مش قطع فيك سي سامي، لا باش توضيح بسيط باش نكمل نتطور. خليني نكمل وبعد نوضح على روح، لانه في بعض الاحصائيات اللي تحكي فيها والوضع العالمي اللي تحكي عليه اللي هو مش معناها يخص كان تونس فقط، احنا من عام 86 تقريبا ما وصلناش لهالتدني الخطير هذا اللي يعني اللي تسمى انتحار جماعي. وعلى فكره لا نحن لا نوجه الاتهام لا للحكومه ولا للاتحاد ولا لاي طرف، نحن فقط نحاول ان اسال كل طرف عن دوري هي حتى أكيد. نخرج أنا من هذا الوضع. تفضل سي سامي. احنا نحبوا باش تحبوا نصارحوا الناس، صارحوهم بالوضع الكل. اذا كان نحطوا المشكله كان فقط انه ما ثمش سلم اجتماعيه، يعني ثم اعتصامات وتعاود في الرقم 590 واحد 513 وننسوا اللي ثم اسباب اخرى، منها السيد الوزير كان يحكي لك على امور هيكليه في البلاد وهو يستمع اليك، على الامور هيكليه في البلاد قبل الاعتصامات اللي هي الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية اللي تم إرسائها منذ أكثر من 4 ولا 5 عقود، واللي يبدو أنها مستمرة في خيارات الحكومة الجديدة، باعتبار أن ما ثمش تجديد حتى في الميزانية المعتمدة والتي صادق عليها المجلس الوطني التأسيسي منذ شهر تقريبا. هي تعطي تقريبا في أغلب تفاصيلها الوصفات التي تكررت 23 سنة حول التنمية في الجهات ومنوالها، وهي القضية يعني الاختيار تاع منوال التنمية هو من بين العوامل، إلى جانب العامل العالمي اللي نحكي عليه اللي أثر على اقتصادنا، إلى جانب الوضعية الغير مستقرة في البلاد بعد الثورة واللي منتظرة أنها تدوم عام، وكانت تنجم تكون أقل وكانت تنجم تزيد أكثر من 14 جنفي لتو. هذه جملة عوامل تخلي لابد من أن ننكب على الوضع الاقتصادي بطريقة أعمق، طريقة الأكاديميين، مش مجرد اتهام أيه أنت سبب تاع الاعتصامات. دونك كانت تحبس الاعتصامات تو نطلعوا 6% ولا 8%، ما ظهرليش. يعني يلزم ثم مصارحه، والمصارحه تنطلق بفهم هل الاطار العام، بفهم المشاكل الهيكليه في الاختيارات الاقتصاديه والسياسه الاقتصاديه اللي موجوده في البلاد منذ عقود واللي تمس هيكليه الاقتصاد بنيته الاساسيه، واللي ما تنجم تؤدي الى اختلال التوازن، تفقير الناس، واذا كان ثم
نمو فهو ديما وقتي ظرفي هش يتحرك يهبط في أقل هبة نسمة، ودل على ذلك من وضعية السياحة، من وضعية بعض الصناعات كما النسيج كما غيرها اللي تتأثر بها بأقل هبات للعلاقة الهيكلية. ولذلك إذا كان الحكومة عندها برنامج ويلزم عندها برنامج ويلزم ما تشكلت حكومة ما تكون متصورة أنها ستبني منوالا جديدا للتنمية، مش ستستنسخ القديم لأن القديم جرب فخرب، وأنها عندها اختيارات مختلفة لا تعمقك الليبرالية اللي كانت سائدة لسنوات وخلت الوضع بتاعنا كما هو عليه توا، واللي زادت عليه ال 513 تحكي عليها. وصلت الفكرة سي سامي. دكتور محمد أكاديمي، استمعنا إلى رأي الحكومة، استمعنا إلى رأي الاتحاد وهو يعني طرف فاعل اليوم، واليوم الجمعية الاقتصادية خبير اقتصادي اليوم شنو يعطينا على الأقل فيما يتعلق آنيا بالحلول العاجلة حتى ننقذ الاقتصاد فعلا الوطني. فعلا هذايا اللي تكلموا فيه كل توا لما سبقوني، والله ما نفهمش ما نظنش إلا 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 فهمونا، إلا فهمونا الناس. واحد يتكلم لي على الوضع العالمي والهيكلة والاستراتيجية ومشروع يلزمه بالتجسيم 4 سنين، يقول شنو هي الحكاية هذه؟ وين ماشيين؟ شوف، فما انتظارات عاجلة، متفقين ولا؟ فما إمكانيات محدودة، إمكانيات الحكومة باش مش يقولوا ويجي باش نشوفوا شنو هي الإمكانيات تو الوقت الحاضر، إما سياسة نقدية وش الربات حتى الآخر، ولا سياسة التبائية معناها ميزانية الدولة، فمش حاجة أخرى، ما فهمش الوقت الحاضر. إذا كان باش نستناو الاستثمارات ونستناوها حتى باش تجي، تحب لها الوقت، وأنت قلت سي جمال قلت 4 سنين تحب له، وحتى كان نزيدوا نتسرع نسرعوا الآخر عام عامين، وهذا معقول. شو نقول تو ميزانية الدولة؟ الأجور 37%، النفقات نشوف النفقات خاطر شنو يلزم؟ إما تهبط في النفقات ولا تزيد في الموارد، خاطر كان نشوف الميزانية الدولة التكميلية هي باش تحاول تحسن بطبيعة الحال، وننتظر هذا باش تحاول تحقق بعض أهداف الثورة. راهو بعض ويلزم نتكلموا ونكونوا واضحين، راهو ماهوش ممكن، فما انتظارات كثيرة وكثيرة جدا وإمكانيات محدودة ومحدودة جدا. هذا نقولوه مش باش نحلوا، راهو شنو هي الإشكال؟ هو فين يصير الاحتقان فين كيش يصير؟ وعودوا بعدين يقولوا يا اخي شنو الحكايه؟ وعدتني نفذ. ميزانيه الدوله الموجوده توا اللي نخدموا بها توا نستناو ننتظروا في الميزانيه التكميليه 37 اجور في المية 13% دعم، هذا من 50% تسديد الدين 18% 4070 مليون دينار دين، هذا من تقريبا 70%. ما فهمش ما نجموش نمسوا الدعم توا، ما نجموش نمسوا حتى شيء. ايش بقى 30% تنمية، هذا كل مشاريع وبيعات وكل شيء ياسر وين؟ وباش ما قلتش باش نشيلوا ستيلو وورقه وحكايات باش تمشي الاداره وتمشي، ما نكونوا واضحين، نكونوا بالمجد عقلانيين ونكلموا لغه. قلت انا كان ينجم يكون مسار اخر، ما مشاش، نحاولوا باش نعمل هدنه شويه ونفسروا ونقولوا راهو يا ولدي مش هكاك، راهو وبالمجد بكري قلت انا السلم الاجتماعي مبنيه بالتنميه والتنميه راهي 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 المشكله صعيبه، راهو ماهوش بهالسهوله هذه اللي نتكلموا عليها، مش بسهوله نتكلم. توا اش قلنا؟ احنا مره جمعيه الاقتصاديين اعطت زوج حلول ما سمعوناش، وماهمش باش يسمعونا حتى لتوا باش نعاودهم. على كل حال عاجلا هذايا العائلات المعوزه ما فيهاش كلام، هذايا وحتى 235 وشويه، خاطر الاجر اللي ياخذوه 270,000 في الثلاثي هكا ولا لا؟ شويه ما يسالش إيه سنني يلزم تزيد أكثر من هذا، ما فهمش لعب هذايا، قد ما تزيد وشوية هذا نجم نعمل. جمعية الاقتصاديين في فيفريا بعد الثورة قد إيش قالت؟ قينا إحنا في ميزانية الدولة القديمة 997 مليون دينار نفقات غير مصنفة امبريفيزيبل، يقولنا الثورة هي ماهيش متوقعة، هاد نعملوا بهم شنو نعملوا بهم؟ مشاريع سكن اجتماعي، حسبنا نلقاو 65,000 مسكن اجتماعي، هي شنو الحكايه؟ ماكم تعرفوا انتم وقت السكن يمشي يتحرك
قطاع البناء يتحرك الدنيا تتحرك، والصغار تبدا زغرت والاخر يخدم والنجار والحداد فهمت ولا؟ قلنا هذا، قلنا الحل الثاني وهو بدا يمشي للتطبيق، قلنا يا ولدي ماناش بنقولوا احنا شطب الدين ولا اعاده جدوله الدين، نقولوا لا لا مش تاجيل. وهذا اللي مشيت له المانيا وطالبنا به هو تحويل خدمه الدين الى مشاريع تنمويه في الجهه. وهذا الحكومه الماضيه اللي السابقه ما سوقتش كما ينبغي، وسي جمال يعرف التسويق اش معناه، فهمت؟ ما سوقناش كما ينبغي الثوره التونسيه. شنو الثوره التونسيه؟ تي تعرف تي هو الوضع، كان كنا نجم نسوقوها باحسن ما تصور. شنو معناه؟ احنا هما عملوا حبوا يعملوا ديمقراطيه في 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 العراق وفي افغانستان، وتكلفتهم مئات المليارديرات والاف الناس الموتى. يا اخي شنو المشكل فينا هذا؟ كنا نجموا وما سمعوناش. هاو بدات تسمع المانيا، ولهذا يلزم في هذا. طيب في هذا المنوال وصلت الفكره. معنا اتصال هاتفي من مواطن سي محمد من الشابة، مرحبا بك. الو. أنا مرحبا بك على السلامة. مرحبا سي محمد. عندك مرحبا بك نسمع فيك. اي عندك تعقيب على اللي كنت تسمع فيه او فما تصور او؟ لا والله ما عنديش تصور، كل ما في الامر كوني كل كيف كل مواطن تونسي عادي. أني عندي قناعة كونه التنمية سي محمد رجاء سي محمد تسمع فيها؟ نعم. سي محمد رجاء يا تبتعد عن جهاز التلفزة قليلا أو تسكره واكتفي بالهاتف. به واضح الظهر اللي تو تحسن شوي. تفضل سي محمد. والله حبيت نقول كونه بالنسبة عندي قناعة كمواطن تونسي كونه التنمية ما تنجم تساوي كان السلم الاجتماعي، ونشوف الاعتصامات الفوضوية هذه لابد من عزلها الو نسمع فيك سي محمد تفضل. لابد من عزلها وما نشجعوهاش لا بتغطيتها اعلاميا ولا بتزكيتها من طرف الاحزاب خارج على السلطه ولا بالاتحاد اللي عملته الشغل. اذا كان هو متبرع منها ياخذ في وسائل الاعلام ويقول هذه اني ما نشجعهاش ولا قال هذه اني ضدها. اني نشوف كل واحد يعني نشوف الحكومه طائر على غير سرب والناس الكل مجمعين على افشالها. هو فات زمان الدفاع على الحكومات، لكن بصراحه نشوف كمواطن عادي كونه ما فما اجماع في البلاد بعيد على كل اجماع على مصلحه تونس، هي الناس تحب تضرب في حسابات الانتخابات الجايه، تحب توري هالناس اللي جربتوهم في الانتخابات راهم ما نجحوش وراهم يزيدوا تبدلوا اختياراتكم، يعني هالناس هذوما يحبوا بكل الوسائل تونس اللي يلزمها تكون فوق الاعتبار اخر اهتمامات المجتمع المدني والناس المسؤوله على الاعلام، وان القاعده تغذي في الاعتصامات نشوفوا فيهم كل نهار وقاعدين معناها تغطيه. مواطن عادي تشوف التلفزه جاته شو يقول؟ يقول اني بطل باش يعاود واحد اخر ويعاود واحد اخر. هذا شنو حبيت نقول وبارك الله فيك. يعطيك الصحه سي محمد، كنت معنا من الهاتف من الشابه. نرجع لك سيدي الوزير، كنا مع سي محمد يحكي على بعض الحلول الانيه، مثلا المصاريف غير مبوبه اللي كانت في الميزانيات قبل، تحويل الديون معناها الخارجيه الى مشاريع استثماريه، يعني برايك في المساله؟ لا راي سي محمد مهم، وانا نحب نقول اللي الجانب الاول من الكلام اللي قاله، احنا في صدد تدارس التمويل نتاعو باش نقترحوه في الميزانيه التعديليه اللي يهم الفقر ويهم المساكن الاجتماعيه، وهذا من المشاريع الحكوميه اللي باش يتم تقديمها في الميزانيه التعديليه ومن جانب من الجوانب المهمه بالنسبه للمشاريع الحكومه، لكن هذا ماهوش كافي. معناه صحيح اللي الحكومه الفارطه ما سوقتش ولا معناها الثوره التونسيه، وانه امكانيات معناها انه نحولوا خدمه الدين الى استثمار، وضروري ان نشوفوا الملف هذا بكل جديه، لكن نقول اللي راهو الظرف صعيب